وخالد سامي ابراهيم. اسلم. وين الشباب ولد؟ اي فلو اي فلو. يا شباب يا ولد. اذا ممكن نعدل خمسة. لو سمعتوا يا شباب. انا دقيقة دقيقة. تاكلون دوري؟ لا ايوه حقنا. ها؟ بالعافية ابو غالي. حقهم وجبوا. ابى اوجه شكر تكفى. تبغى ايش؟ ابى اوجه شكر. يلا صباح خير يا الله يهب عليك فنان. عموما اليوم استضافونا نقادنا الكبار الله يبيض وجيههم. اخواننا الاعلاميين اقسم بالله اي نشهد اقسم بالله شهادتي فيهم مجروحه. اي والله سبحان الله الذي نفسي بيده مو هو برياء قدامكم يا اعزائي المشاهدين يا النقاد اللي كنا معهم اليوم انهم خلف كل نجاح لكل متسابق منا. نعم. من بدايه واحد مراجل الين الستيج النهائي انهم ما قصروا معنا في حاجه. لا يغركم انهم كانوا ينتقدون ايامكم في الشروب الا شيء في صالحنا. نعم. ولا يشهد الله شهاده حق ان احنا نعرف ايش بداخلهم. استمتعنا اليوم معهم في الحلقه. بيض الله وجيههم واشكرهم حتى يغمى عليهم. خذ زياده دخلنا. الله يبيض وجيههم ان شاء الله. بيض الله وجيههم يجعلهم جعلنا ما نعدمهم. ما قصروا معنا طبعا من اول بدايه البرنامج لنهايته. والنقد اللي اعطونا اياه هو ترى كان نقد بناء من صالحنا. وكل ما دخلناكم في الشروم طلعنا نطلع بابداع. والله يبيض وجيههم جمل حالهم. كانت فقره جميله فقره مستثناه. والله يوفقهم يوفقنا. وهذه ختاميه. يلا مخرج تكوى زبطنا. زبطنا هبلنا ايش حاته هبلنا ايش حاته يلبيه يقبل ابو علي اليوم. يا رياجي الله يهبل عقل يا رياجي. تدري اني قاعد اضحك اليوم. ايش بلاك انت؟ يوم كنت تصرح. ايش بلاك؟ اضحك والله شوف بعدين انت تتكلم تناقش صاحب كسر انا اضحك. يتكلم صاحب مكسر انا ادري صاحب مكسر. انا على التلفزيون اضحك. حسبي عليك. شكرا صاحب مكسر اعطاني قهوه سوداء. ترى كنت امدحك ترى كنت اسلك لك. كنت اسلك لك عشانك صديقي بس. بس اني اعلمك تدري لو ما تدري ترى مدحتك امس رديتها خلاص. امس انا مدحتك واليوم انت مدحني خلاص. انت هل الحب ليش؟ ليش؟ التطبخ بالتندم السلام يلا بروح اتغسل. ايش جيعان؟ ها روح هجوم الدوم يجعلكم تفيدون هجوم الدوم. ها؟ ايش؟ لا امشي. قدر جديد. الله. هذا هو اللي اسمه كمشه. والله. السلام عليكم. يلا زبط. ما ذحين شوي. ها. يلا تجي. لا ما والله اني صادق ما بالشيء بس انا ورثته من جدي. ولد اعترف كم عمرك امانه انت قلت تنازل 60 ولد ايش الشعر دي؟ عود انت شايب شايب انت وتغني شايب طالع من انا ما عندي شعر بذاني تكرين انت يلا انت بيطلع يلا 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 حمو الطيران حموها هذا سر راسي على شان الحب يا راي تبقى وتحيا الحصان سرك بس يا عيوني
ناس 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 مال الهوى ديك ناس مال الهوى ديك تور يعالج قلوب المحبين السلام ناس مال الهوى دكتور يعالج قلوب المحبين يا ناس مال حبه انا من خيارات خلوا عشيري ويخلوني من صباح الحب ما يلام صار عاشق ومفتوني حبه لحيار كل النام ما لاجل جنوم جيت ولقيت الحرس قدام ورجع من الباب مفتوني حلبه بنا فضمير خيام خلوا فؤادي وخلوني قصت معه
والسلام اختام لو المخاليق يدروني حبه بنا فضل بير خيام محسن شوف بكرة شوف بكرة أصفق بكفي وأضبهام بام يمناي بسنوني من صابها الحب ما يلام لا صار عاشق ومفتوني. أصيح صياح ما حي دار بي مصيبة وإن حكيت أكبر مصيبة ولكن من بغى أصلك يا هبي خسارة ليالي بيروت لما قال لي بحبك موت هذا اللي شايف نفسه أنت عبد الله ماشي ولا معبرني ويتلفت هنا وهنا يولي نظرتي بشوف هالمزيون ما خلى فيني عيون ديبولي نظرتي مثلها بدي ما رأيت ضيعتها حتى البيت ومنها نعمت تجيبولي نظرتي ما خلى فيني عيون جبالي نظرتي فنتين اها فنتين اها فنتين اها فنتين اها واسمع وهذا اللي شايف نفسه ماشي ولا معبرني ويتلفت هنا وهناك ولكن ماشي ولا نراني يكون فيه ولا نروح اخليه ولا نراني يكون فيه ولا نروح اخليه انسان يا بيروت لما يقول لي بحبك موت في المغرب كله تروش في التسبح اسمع اسمع انت الله لك ارتحت للمتابعين ارتحت للبث والقناه طالع من مشفتك توك متروش والله غسلت راسي حطيت على زيت خلاني القبل نايما نايما والله العظيم ما جاكم قبل في القناه ايش رايك اسمع اسمع حلال بلا حقت ابراهيم ابونا ابراهيم واخذ وزر راقط عمره حطيت والله وانا برا بس ما في فايده واحده واحده ما في فايده وراك شو اسمه السدر وراك سدري والله جربت حلقت ما صار لي فايده كان شعوري لوني تدري وش تدري القشره ولا قمل تدري الكنابه هذه كلها جميع انواع القشره والسيبان والقمل جميع الاشياء المخ كويسه تدري تدري الكنابه هذه والنعومه هذه ما له اني احني شعري ما شاء الله تبارك الله يا زينك يا زينك يا عوري ايش الجمال ذا ايش ايش انا الله يا اخي لا تهم هذا قطع جنبي جنبي قطع هذا يا كلام حلو وش الزين ذا كله بسم الله على قلبك تعال يا زقني زقني يا ربي عبد الله بقوم بكت سلطان بقوم بكت وانت تمسك شعب رشي رشي يا رشي عجوزك ولا يجيك تقال في وجه عجوزك في وجه شيبانك انا اقول جمال بسم الله عليك شعرك زين جمال نطفت شعرك كنتوا على قتل حرس قدام والله لو معك شعر يا من الماء قدري عبد الله شو قرر النسخة مقبوني انك اصلع ما يقدر يجي تاك فك الكاف فك الكاف بس ما سلمت بعض الناس شل الكاف سواها كانت صنوم قبل بس كانت طريقة ناقة طع شوف تدري حشي فيه كذا الله حبيبي طع نسيكم من نسخة مراجع رايد رايد من نلعب اللعبة حقتك وش هي اللي كذا ما احنا واجد الا عاد نلعب نبلش واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة يلا عند ابو محمد يلا صدق مرة يلا عيال اللعبة اللعبة عيال لا شوف عند السالفة ايش تبي تقول؟ يوم شفت عبد الله ذكرتني بموقف دقت علي امي وانا مداوم في الكلية ابجع دقت علي امي وانا مداوم في الكلية ابجع كنت في التقنية انت؟ اي حلو ابجع وكان علم واش ابجع عجل تعال انا اخو العيال وانا اظهر من المحاضرة والدكتور يا شيخ كم تبعد عن بيتك؟ كم سيارتي 20 كيلو حول حلو مو قريب وانا انتبه الموتر طول عمري يوم جيت دخلت البيت لو والله ان اختي الصغيره طايح مغمى عليها لما ماي ماسكتني يدها ولافتن منديل على اصبعها اكوش على العلم وايش؟ قالت اركب المستشفى بعد المستشفى يوم دخلت المستشفى وانا ادخل معاهم ويوم فك الدكتور المنديل يا طول عمري لا حرضها الباب على مفصل الاصبع اوه وقاطعين الجلد وطايحين على اصبعي رجيم منفصل
وما ماسكه لا بلاي من الجهة النجم. اسمع يا طرف سابع، احنا بسابع يا ريد، احنا بسابع اهديكم. لا ماسكه خلاص خلاص. شباب اليوم 86 والله العظيم 86 يا رجل، انا 86 يوم ما تعلمت يا اخوي. تعلم والله ما تعلم، ما تعلمت النظام. تعال تعال يا ولد، راح على اقلبك اقلب الرجال عليك. شفنا الفطرة عند البدو من اول ان امه مشكت اصبع ردته ولفت عليها مندي النبي. قال الدكتور لو ما سوى، لو ما سويت الطريقه دي يمكن الاصبع ما خلاص خلاص ما ايش ما نقدر نخيطه يموت. بس انا امي رجعت الاصبع وضغطته ولفت عليها مندي، فرجع عشوى الدم بدا يا سبحان الله خيطه يطول العمر، صار مثل كذا اصبع عبد الله مايل عشوى فيه فيه. انا هذا المفصل ذا كامل مفكوك خلاص انقطع. انت قاطع حرض ولا وش؟ ها حرض الباب يوم طبق الباب هنا الموت. اي باب يا رك كسرت هذا. كسرت ايش؟ ليه؟ حطيت واحد من الشباب وجاز. ها؟ عرفت هذي. عرفت انت اللي كاسر. عرفت 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 الحركة ذي. يا اخي رمضان يبغى يروح عند شيبان. بس مرت علينا. اي والله يا اخي غبن. عضو من اعضائك يا عبد الله. عضو من اعضائك. من جد؟ عضو من اعضائك. حل دعنا اخي ما غير لك. كفو. الخوي. ها هداء. والله ما يشله غير بس اقول لك. طيب فضفاض ولا بنج ولا لا فليت والدف ابو انا حرقت. شوف ها سواها واحد من العيال الله يذكره بالخير، جاء قال ابي اجازه. اي ابغى لي اجازه. قلت تعال امشي الحين يجيك طول عمر الفضفاض اصبع ذا حط الحديده تحت وتطقه ورب ورب. اسمع ايوه اختي تقول كسرت اصبعها. اي والله الله انا هذا اصلا من رصاصه من الباب من الباب. ايه انا بعلمك اليوم هذولي نظارتي الباب الباب ترى حرث الباب خطيره. انا انصحكم وانصح اللي يسمعون ايه انتبهوا من الباب من الباب. انا اصبعي انكسر لا من الباب جاك منصك زي كذا لا تحط يدك. نعم نعم خليه يصك ينكسر الباب ولا تحط يدك. عبد الله سعيد طبعا تعلمني سالفه جديده. الباب تسكر لا والله ما صار مد ايده يبي يمسك الباب ولا تنقطع وجعلك ما تشوف شر ابو سعيد. الحمد لله على السلامه. بعلمكم موقف ثاني. كنت انا اثنين من العيال وراكبين انا الموتر ورا رغم ما راهي ورا عانى القط. شوف هذا شوف الخياطه ذي ورا رجلي صاجه. تعرف الصاجه حقت الالعاب حق السياره حق اللوحه ادري ورا رجلي انا ما ادري احنا. ورفيجي خم العصير من يدي وتقدم على الطب ونقاس درجه كذا باخذ العصير وضغطت ورفعت رجلي ضغطت الصاجه والصاجه ضغطت على مرتبه وضغطت في عرقه هنا في تقطعه. الله يا ريجي اني شو ورطت قوي زي كذا. اي حل العصب اللي ورا العصب ذا قوي اوت المستشفى رجلي تقوي زي كذا يا رجل. تعال خياطه ودنيا وامور تمشي الامور ضرب بعدك الحمد لله. طيب اسمع بعطيكم شو ايش رايكم نغير اللوكيشن؟ والله الجلسه اللي ايش رايك فيها؟ والله يا زين بس كتمه قول لا اله الا الله صل على رسول الله عبولي صل على رسول الله بتقول لوكيشن نغير الجلسه ريحنا الجلسه ذيك ما يمدي قول لا اله الا الله. انا ما فرضت عليك انك تجيبني في نفس الجلسه. تبغى تشيل الجلسه سوا غير اللوكيشنات يلا اللي يبغى يتوزع واللي يبغى نجلس سوا بكيفكم. والله نقول صدق كتبنا من ذا الهنجر يلا مشان من يوم قمت ولا جالس لي نبغى نكمل على السوالف هذه كلهم يعطينا سوالف يلا وتم. اي والله اي والله تم يلا توكلنا على الله. حيا ها ان جينا. لا تحاول تزورني ما تصارتني لين خل شوي شوي ابو تيت شوي ودك تكفي في الزاويه ذيك حلوه هذيك الزاويه. تعالوا غير الزاويه ذيك اما جلس اما طلع من الهنجر ايش ما نقدر نطلع برا الهنجر في شيء no, علمنا قول no, في no. شيء كهرب طافي خلاص كهرب طافي اهم شيء هذيك الزاويه ذيك. لا لا والله ما اقول ما اغيرها مني انا بعلمكم سالفه نفس الهنجر اسلم اسلم انا بروح اشوف من دومي حق تديني ابد. تعرفون حليب الاطفال اللي يجيكم صغير مو تقرش كذا تجيك حديده اوه يديك عرفتها وقتها جاهل والله كان عمري 8 7 سنوات واختي اصغر مني عمرها 5 سنوات او 4 مسك لا اختي رهف انا 8 سنوات انا اكبر من مسك اكبر من مسك ب 19 سنه ما شاء الله اثرك عود ب 17 سنه اثرك عود اي والله عود. المهم واخذ الحديده أسرت نلعب ارميها لي وترميها لي
وانا واقف قدام باب الشقه على اساس ان هذا مرماي. يو واقف قدام الباب الثاني على اساس انه مرماها ونرمي على بعض حديده حاده. وهي ترميها فوق. انا ما ابيها تسقع في الباب. اسوي جرنتها وانا اقول كذا بيدي. انا من؟ اي والله. واو. وهي من هنا لين هنا. المكان اللي انا فيه يا رجال. شبح. البلاط ابيض. اقسم بالله اني صار لونها احمر. اي لانها العرق احمر. انا حسين انا ركز معي على السالفه. احمر يوم شفته وانا ادخ ويغمى علي. ما وعدت الا في المستشفى. يخيطوني ويخيطوني 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 ويخيطوني. قال الدكتور لابوي والله لو انها في يسار شوي يمكن تقطع اليد تموت اليد. لو يسار؟ اي لان شوف العروق وين هنا. العرق. شوفها. ايه. وانا وين؟ هنا. جنب. ايه. الله سلمي. انا قد انقطع عندي انجرى عندي حصان انقطع فيها الوريد. بالعافيه يا ابو سعيد. يلا. انت كنا هنا. كذا. ثاني ثاني. كيف اكل انا كنا انت؟ قرب الرايد اكيد. يا اخي عشان اعطيك نفس انك تاكل. اسمع. شريت انا واحد من يا متعب. شريت انا واحد من عيالك. ايش بيقول بياكل؟ وين؟ ونا بنحمله في دنا. عربها ما عندنا في البيت. جات عصيده. تعرف الدنا حقت البلوحه كذا. الا. ما يجي لها شنكار. عشان تشكر. الباب عليه. الباب فوق. ايه. شنكار قايلين كذا. ايه. وحصان ذال من الدنا. ايه علمتني هذه يا اخ. وسايست انا مشى مشى معي لين ركبت انا في الدنا. يوم ركبته وهو يتروع. اضعيف يبا ينقز له صاب. ينقز له صاب. ويقول زي كذا وهو ينقز. مع انه اقزاه لف في صاب. وضرب انحاره ف شو نسميها احنا؟ الهنقلاين حق الدنا. ايه. ضرب انحاره ويده منه شبت ف الشنكار ذا. وسحب عمره. شقته شق. يوم سحب عمره والله قطع هنا وش كبره. انقطعت الرشمه وهج من يدي. انحاره. نزل. ايه انحاش انقطعت الرشمه وانحاش. المكان ما فيه دم ولا فيه شيء. قلت انه ما جاش. والله اركب سيارتي ويوم راح لحقناها انا وعيالي جينا لا هو يربص في دمه. يربص يا ريب. وانا اوقف وانا اركب رشمه عليه. اصبر الجرح لا لاني عايم في العرق. ايه اول ما جاء في راسي قلت انا لازم اني اوقف النزيف. متعب وين ما بياكل يقول بياكل النزيف هذا لازم اوقفه. لو وقفت النزيف خلاص اموري زين. واجيب لي معي عمايم ومعي في السياره. بضغط على الجرح بضغط على الجرح والف عليه. متعب وقف هو عاد ما ادري اي هو وقف حصان وقف ما قال شيء. شفت انا صبرتك شوي. متعب اشهد اني ناديته ثلاث مرات تام. معذور. المهم انا اعود وانا ارد عند راعي اللي انا شراني منه قلت خلي عندك بجيب لي ادب لي عربه عاد جبته من المدينه ما جبته محمله فيها. توكم شارين؟ توني شارين. واللي شاري مو انا شاري اخوي. واللي جرحه هذا. اخوي والله انا اتقدر خاطري قلت يا ولد. جرحك يا ابو رايبو تغيب. قلت يا ولد عاطري بس كم تبغى مكسب كل شيء. قال والله ما علي من الدراهم العين بس يا ولد انا يقول تقدر خاطري اني خاطري في حصان ذا نفسي لي. ويوم انجرح خايف انه ما يعود مثل قبل. قلت له باذن الله بيعود مثل قبل ان شاء الله. لا بسوي لي اعلان. والباقي عاود. قال من حمله في عرب من بكره اروح. عاد من وقتها دقيت لي على الدكتور. قلت الله يذكره في الخير والله انه يساعدني في كل شيء. جيب لي مويه معك. احتجت شيء دقيت له. رد علي لو الفجر. قلت العلم وسلمت كان عندي كذا 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 متعب وجهه. قال صبر لي الجرح صبر لي. قال لا 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 انا قبيت والله ولا قبيت. قل لا والله خلاص. قل الدكتور وين وانت وين؟ دكتور بعيد حول. بس انه يعلمني يعطيني معلومات ويعطيني وش اسوي وش ادق. تحس خيط. قال هذا لازم خياطه، خياطه معي. قلت له لازم قال مره هذا لازم خياطه. هني ارجع. لازم انك تخيط الجرح وهو توه جديد. عشان يمسك. قطع. ودق لي على واحد ثاني قلت تابعت له مقطع على اجل الحصان يا رجل فيه جرح هنا وش كبر. كلمته قال ما لازم خياطه. هذه فيه ادوات فيه خلطات شعبيه تسويها تزبط. الخلطات الشعبيه عاد قد سويتها لي امي. أذوب فازلين بعمر خوة جوة تعرفون؟ ألا خوة جوة خلطات شعبية وأصبخ بها الجرح. المهم يا طويل العمر وأشتري لي معقم نسميها أيودين نعقمهم حتى على وادي. شو اسمه؟ أيودين أيوديني معقم أيودين
وكل يوم قلت الرفيجي يا ولد انساه لا تعافى بيجيك ان شاء الله مره عندي زين والله يا رجل اني عانيت معي يمكن حول 25 يوميا ادقه بدويه مضاد حيوي وانظف عن الجرح وارص وحط على الخلطه ذي والف عليها شاش ترجع تشيلها اليوم الثاني وتسويها مره ثانيه لازم كل يوم انظف الجرح لازم كل يوم اعقب جرح يا ولد ما هو الله كبرها وانت يوم تنظف ما يهدى معك ما يقعد ولا يقعد ما يقول شيء هادي لان ما حد عندي ما يتقرش انا لجيت الحالي ما يقول شيء 25 يوم صلبين يده ولا يمشي عليها لا يمشي يقطع عليها ومخليه في غرفه صغيره ما طلعه ولا يروح جبط الوضع منظم له وقت ومنظم له اكلات ومنظم له جبط بعد 25 يوم خاط الجرح انا عاد انا الاحظ يوم الجرح يخيط انت خاف الجرح لما برا راح يتقرش ايه راح يتقرش يتسلب ويخيط ويتقرش يتسلب ويخيط رفيجي يمر علي بعد 5 أيام 6 أيام ويعلمني يقول والله لا في تحسن لاني انا ما لاحظ انا كل يوم فما لاحظ هو لا يقول لا في تحسن في تحسن في تحسن في تحسن بعد 25 يوم لا الجرح يا رجل خط صغير صغير ما تلاحظ في الحصان هذه ما تنقص من قيمه الخيل لو انك كنت بتشتري فيه خبطه زي كذا ما تنقص من قيمته يعتبر انه جرح قديم ما يضر سبحان الله يا رجل ويرجع العرق ويطلع نفس ما هو تحت الجلد واضح ويمشي الدم في اليد وتمشي اموره وارجع ودربه وزبط اموره رجع زي اول ويجي يا رجل ما شاء الله تبارك الرحمن حصان كفو بس عانيت معه 6 شهور يا ولد عانيت معي ما 6 شهور 25 يوم 25 يوم 25 يوم ما توقعت انه بيضر صدمة صور أجروح عندي والدنيا كلها عندنا يوم في مصر أخش فيها الطوارئ اليوم هذا في الأسبوع أسبوعي وأسبوع لا اللي هو الجمعة ترى ما عندنا إجازات هناك الجمعة تخش فيها المستشفى تباشر حالات والله يا رجال جينا حالات طالع فيها تقول هذول يشلون ما ماتوا سبحان الله الله يلطف بهم جاتني حالة بنتي عيال عمرها 8 من 9 سنوات تعرفون التيك توك صادمهم سيارة متقلبين بالتيك توك متقلبين تيك توك يحسب لها برنامج انا لا مو محسن ترى يحسب لها برنامج لا عرف عرف التيك توك ما تعرف الصندوق اللي في الدباب متقلبين 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 هنا يا رجال ما في الا عبر والله والله اني والله اني اني خفت اباشر لكن عندي لازم اكون مع الدكتور اباشر واتفرج واسجل واسجل للدكتور حضور يلا يا دكتور يدخل الطوارئ على طول يدخلها غرفة التنويم يساعدها كل شيء طلع عندها نزيف ساعدناها لا جاتك الحالة هذه اللي عندها نزيف خلاص محاضراتك في الجامعة تتركها تقعد مع الدكتور تباشر الحالة هذه وباقي على الإجازة وارجع السعودية باقي عليها 4 أيام جلست 11 يوم يعني ما باشرت الحالة وعود وعرفت كيف تستخدم مع الحالة وكيف يعني كل شوي نعقم الجرح نعطيها مغذيات نشوف نبضات القلب نشوف النزيف اللي في رأسها تمنعونها من الشرب والاكل صح؟ ايه ممنوع تاكل ال يا الربع صلوا على النبي طبعا برنامج كاريزما انت تدرون به حلو بيجي بعد برنامجنا بعد برنامج مراتب صح انا والله العظيم اني انذهلت من اللوكيشن اللي سووه لوكيشن فخم صدق لان الله يا مراجل لان الله طبعا كل اسم له لها محتواه ولها لوكيشن يخص صح. فيه لوكيشن كاريزما فخم مبدع يعني ابدعوا فيه الى ما لا نهايه هذا اول شيء ثاني شيء انا بنصح اللي بيسجلون نصيحه اوصلها لهم لا تتوتر تعال وانت جاهز مليان مليان تعال ابهرهم اللي بيجي يقول عندي ريالتي هذا ترى يحطونه في احتياط احتياط يعني على حسب الناس ترى ما بيجي ما بيختار اللجنة ما بتختار إلا نقوة صح. نقوة النقوة فعلا فعليكم صح. السلام فأنا أنصحكم اللي بيقدم على البرنامج كاريزما يروح يشوف فقرة النقد كيف سوى مشعل العنزي كيف جاهم وهو مرتبك وكيف جاهم وهو ها وها وكيف جاهم وهو واثق. متقن مليان واثق واثق انه بيقدم اللي عنده وبيعجب الرجال وبيتوكل على الله ف
فأنا أنصح اللي بيسجل ترى البرنامج إن شاء الله إن شاء الله يعني على نظرتي أنا فيه ونظرة الشباب بيجي فيه نجوم وفيه أشخاص أنا أعرفهم بيجون فيه نجوم نجوم يعني ما شاء الله تبارك الله في الساحة لهم قسمه. أنا أنصح اللي بيسجل لا يسجل لو هو واثق من تقديمه لهم للجنة لا يرتبك. ويكون يجي مليان لا ترتبك احنا قد مرينا في الشيء ذا جينا وارتبكنا رجال بتواجه رجال ايوه رجال. انا سجلت برنامج قادم برنامج سابق كنت مرتبك ما قبلوني سجلت مره ثانيه بكل ثقه قبلوني وجيت سجلت على البرنامج ذا مسجل بكل ثقه قدمت اللي عندي ارد عليهم السؤال ارد عليه يجيب سؤال من وراء التريلات ارد عليه لا تتوتر فانا انصح اللي بيجون برنامج كاريزما يجي مليان اترك ريالتي عندي ريالتي عندي مدري ايش هذا هذه اتركها تعال يا اخي سالفه شوف ايش موهبتك قصيده انا بعلمكم لا جيت اطعم رجل اشتربع كذا قدامهم وعطهم شاف وفلمه عطهم شاف طقطق عليهم وروح شرط انك تدخل مدري يا زياد انا قدمت البزنس ثلاثه والله هريني مع الفقر انا ولا على الكاميرات اني توتر لدرجه أيه كذا لدرجه بلوك لدرجه اني عرت ارشحت عرقت ما ادري ايش اسوي يعطيني كلمه افكر فيها ويعطيك كلمه ثانيه ما يمديني ردت على الرجال قبلوك لا والله ما قبلوك ما قبلوك بس جيت في مراجل واثق وعارف ايش اسئلتهم عرفت خذيت من المقابله الاولى خذ المقابلات انت تابع مقابلات ايش نعم. يسالون إذا أنت محتواك مثلاً الإنشاء مثال شوف بيسألونك مثلاً يجيك يقول عطنا على لحن كذا كذا أيوه عطنا على لحن كذا كذا فؤاد ما زيد على كلامك شيء بس نقطة بسيطة تفضل أنت في أثناء المقابلة أدخل فكرة والله العظيم إني مقابلتي داخل على أساس إني بقول أبيات بالفصحى أنا كاتبها ناوي إني أقولها وبس يوم تلابس النظارة ولا النظارة في جيبي قلت إيش خليني بدخل بالنظارة وبلبسها وبشيل الغطرة قدامهم وبحطها على جنب وبقول نوركم نوركم اجهرني عبد الله اول ما شفتك وبتكلم عبد الله والله قبلوني على طول حتى دقيقه ابو دغين ما خلوني لا اركب الرحول ولا انوخ ولا اركب خيل قالوا يبيض الله وجهك لانهم يدرون ما عندك سالفه في الرحول في هذه الاشياء أنا شفني واصل 86 انا اسف عندي سوالف عبد الله انا اسف بس اول ما شفتك لابس نظاره قلت ايش السبيك هذا يا اي فكره براسك سبيك ذهب 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 صح سبيك الذهب اي فكره براسك سوه شوف يا عبد الله عبد الرحمن لا ترتبك عبد الله عبد الرحمن عبد الله عبد الرحمن قاعد ب 86 وبينافس على المركز الاول وفارس النسخه علينها من هنا في اعتراض لا والله في اعتراض والله كفو اسمع عبد الله عبد الرحمن يلا لا محسن مثل اللي يقول الواحد يا محسن محسن ايش اللي مضغوط عبد الله عبد الرحمن ايش اللي مضغوط ما ادري اسمع يا عبد الله عبد الرحمن كفو وانا كفو كلنا نتسامح شوف يا عبد الله عبد الرحمن هذه ما خلص تعال تعال عندك علم علمك ما يجمني ولا انا بسام ليش ما يتقبلون منك ابو سالم؟ ما ادري الشخص ليش ما يتقبل منك يا سالم؟ انت شو مسوي للولد؟ خلي الولد يتقبل منك تقبل من بعض وما شاء الله لازم انت ما انت بثنائيه يعني لازم نصلح بينكم لازم نصلح بينكم امام الملأ لازم تدخل في الموضوع عاجلا عاجلا غير عاجل نعم اخرجوا منها وتزيد والله خرجنا منها ما زالت صارت تنخبى اهدا يا ابو لا 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 يا ابو تدخل وتكفر نصلح اي والله الرجال الرجال شوف انه من جهتك ما ادري عنها ادعى ادعى تكفى ادعى يا زياد يا ابو عبد الرحمن لا 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 تسوك عبود يا عبود شو كيف يجيك عبد الله عبد الرحمن ها تدعي انت ما تبجي اوه يا عبد الله تكفى يا زياد الله يجيبها تكفى شو شل خم ولا شل ولا سحب تعال جيبها بذمك اوه ها جيبها عبود تعال قول انت حدا يا رجل في نوم نينو متى قمت انت يا رجال ما قد رقدت العصر ولا عليها مواصل صحيت العصر وعليها مواصل انا ما رقدنا الا الظهر انا ذا الليل عندي فقره متاخره حاول بكره يعني مثلا بكره نصلح حاول على طاري الفقرات راشد يقول عندك حاجه بتقدم خليني اشوف شنو ها راشد يقول ما ادري عندي فقره وش يقول ايش على ذرك يقول عندي فقره عندك انت تهبت الذكرات ينوش بوك انا اعلن الثنائيه انتهت
السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. لازم نصح بيكم بيسلم. أول شيء سلام عليكم. طيب سلام عليكم. أول مقدمة عشان يروقون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساك أخوي سالم. والله ما يحط لك مقدم في البرنامج. كيف حالك؟ هذا ما يصح. سالم. أسعد الله مساك. أسعد الله مساك. مساك أسعد. الشرف لي. والله يقول بخاطري. والله اللي شرف. السلام عليكم. والله ما يحطونك ناقد يا أبو معد. كم والسلام عليكم اخوي عبد الرحمن. عليكم السلام عبد الله عبد الرحمن. نورتنا وسررتنا هذه الليله الجميله. طبعا انا اليوم جاتني مصادر من بيكم خلافات انا واخوي محسن. اكتشفنا هذه الخلافات شو بين خلافات يا حبيبي ما صدق ما ايوه خلافات بين اخوي سالم عدي وبين اخوي عبد الله. نترك التهريج عندك تفضل. التهريج عند من عندك انت تفضل. اسمع الظاهر المخالفات بتصير على زياد. اي والله مخالفات أيوة. على زياد. لا بس اول شيء والله ما بينهم الا كل طيب ولا جات لهم مصادر خاصه بينهم شيء ولا تبى تسبب بينهم فتنه. نعم. وتبى تفرقهم ولكن لا هاي فتره جت فعلا الحين. الله يجعلني فداك يا ابو معدي. لبطونا في بعض هات على صافه صافه من دونكم يا يا رجال يا سمسم بلا ما ادري ايش الثنائيه اللي ما ظهرت. كل ما ابغى تفز فز الدتشن تسقط على ثنائيتنا يا زياد بن شري. يلا تفز فز الدتشن يومي وتطفى. لا يلا هنا بس اسمع اسمع سالم 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 حسين حسين تعال تعال سرعة سرعة من الحين يا ولنا ولا يا حسين تعال بوريك شيء تعال أنا والله ما أقوم تعال بيك بيك والله بيك والله أخي ما يبقى ما أقدر أوقف يا كسلان أوقف ما في حيل والله تاخذ المركز الأول أنت منسدح نعم أخذه متحزم بربعي ابي تطوع اللي ما تطوع ريح بس تعال شطه سكيني يا ناس من دا شطه يا حبيبه عروس يا ابوي شطه يا مرض مرض قلبه ما عاد في مخالفات ما عاد في شيء لا في في خصم والله ما عاد في ما بيشتغل ما عاد في مخالفات طالع طالع خلي ما بدا ثاني اخصم على جد 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 جات والله جات طالع لا والله جات لا 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 والله جات لا خصم خصم ما عاد في خصم لا عبد الله في خصم ولا لا في خصم ولا ما عاد فيه؟ اسس اسس في خصم ولا لا؟ ما عاد خصم خصم القاط شي ها؟ شي يجي خصم القاط لا والله انت بصح لا يا رجل بالله ما في خصم يا امي ولا تروع ها؟ اروح اروح لفت عليك لفت عليك ياو يو يو خلاص قوموا من اللوكيشن اقسم بالله نغط ها نغير وين؟ نروح برا خلاص بدقايق طلعناك تعال تعال بشي معك القاء يلا انت عيني يا ابو انت روحي شعلي قلبي ونازع لك يلا لقاء ها حياك الله اخوي صفي الحمد لله صحة رحمك الله اخوي سلطان اهلين اخوي يا مرحبا مرحبا بك اخوي عبد الله انا يعني قلت بس في معك لقاء صح إيه؟ جا رايد منك يسعى وجلس على المركز ايش تبغى يعني مايكات لا ما حط لك عندي مويه حبيبي قم مايك مويه ايش رايك في شخصيه رايد الحلبي ما عجبتني صدق رايد الحلبي الان تقريبا قرابه اسبوعين تشوف انه اثبت نفسه لا ما اثبت نفسه إن انسان لا اثبت نفسه ولا قدم شيء ولا جاي انسان جاي ورقد تصدق اخالفك الراي صراحه يعني رايد الحلبي لو جاء من يوم واحد من راجل ايش بيسوي؟ ما يتحمل بالعكس انا اتمنى التحمل اللي عنده عندي هو مو موجود معنا الله يستر عليه الله يستر عليه ان شاء الله لذلك فكره من سيرته ايه يلا المهم غير الموضوع غير سلطان تغيب وش اللي استفدت من برنامج مراجل؟ اولا الصبر هذا اولا الصبر انا صبرت على 25 واحد ما حد يصبر عليهم